وللحديث عن النزاعات العشائرية ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني نزاعات عشائرية بهذه الصورة الكبيرة والمتفشية يدفع للتساؤل، أين مفهوم الدولة أصلا في العراق؟ تفضل سيد محمد. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. طبعا سيدي، هذه الآفة منذ عام 2003 وإلى اليوم أصبحت تتفاقم كثيرا وأصبحت تشكل خطر كبير على الأمن السلمي والأمن المجتمعي. طبعا هذه العنف القبلي قبل عام 2003 لم يكن يمارس في لم يكن يصل إلى المدن، وكانت هنالك نظام لمكافحته، وكان هنالك قانون حقيقة ورجال شرطة رجال أمن. كانت هنالك خروقات قبل عام 2003 تمارس في القصبات والأقضية والنواحي البعيدة. أما اليوم نجد بأن هذا العنف العشائري اليوم أصبح بديلا لمفهوم الدولة، أصبح مدينا لمفهوم المؤسسة الأمنية، أصبحت العشيرة اليوم. وهذا بالتأكيد طبعا غياب مفهوم الدولة وغياب المسؤولية الحقيقية لرجال الأمن، والحكومة اليوم أصبحت عاجزة في ظرف الميليشيات ساهمت في انتشار فوضى السلاح وانتشار فوضى العنف. بالتأكيد المعادلة سيدي الكريم هي عكسية، إذا ما قوت إذا الدولة والنظام أصبح قوي فالعنف العشائري يقل والعكس صحيح. سيد محمد، كما ذكرتم يعني غياب القانون أيضا يعزوه البعض هو سبب الأساس بانتشار النزاعات العشائرية، لكن هنا أين دور القوات الحكومية وأيضا أين دور الحكومة بموضوع فرض القانون؟ يعني سيدي هذا الملف ملف معقد وملف كبير. طبعا المفترض يعني أن تكون هنالك عمليات توعية وتثقيف تمارس حقيقة لمحاولة تفهيم الناس بأن هذه الممارسة ممارسة خاطئة وغير صحيحة وهي تشابه الإرهاب. وفي نفس الوقت يعني شروع في التثقيف والشروع في مكافحة هذه الآفة من خلال وجود منظومة حقيقية، شرطة حقيقية تأخذ دورها، قانون يأخذ دوره. لكن نجد اليوم سيد الكريم بأن العشائر أصبحت فوق الدولة. اليوم هنالك هذه الأحزاب هي والميليشيات، وحتى اليوم المرشحين التشريعيين السياسيين أعضاء مجلس النواب كل من يستند إلى عشيرته. فأصبحت هذه الظاهرة طبعا مدعومة حكوميا ومدعومة سياسيا بالتأكيد. تعتقد سيد محمد، تعتقد انتشار السلاح وأيضا غياب الرقابة أسهمتا بتفشي هذه الظاهرة؟ بالتأكيد سيد الكريم، العراق تنتشر فيه أكثر من 2 مليون حسب تقارير أكثر من 2 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة. هذا السلاح عين تجده بين المتقاسم بين الميليشيات والعصابات والعشائر التي اليوم نجدها تستعرض بكل أنواع السلاح. هنالك أنواع متوسطة وأخرى تستخدمها هذه العشائر. فانتشار هذا السلاح الذي دخل طبعا بتواطؤ أحزاب وتواطؤ ميليشيات هي اليوم مستفيدة من بيع العتاد والسلاح، مستفيدة اليوم سيد الكريم. هذه الخلافات حتى هذه الخلافات العشائرية اليوم أصبحت تستغل لأغراض اقتصادية ولأغراض سياسية. وكما قلنا سيد الكريم أن هذه المنظومة الحكومية الموجودة اليوم غير قادرة على توفير أمن مجتمعي وسلم مجتمعي، والصراعات العشائرية هي إحدى ظواهر هذه الفشل الأمني. سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن المسؤولية، من وجهة نظركم من المسؤول عن تهجير مناطق كاملة وبالتالي ترويع سكانها بالاشتباكات التي تنشب عادة بسبب نزاع عشائري؟ من المسؤول تحديدا، الحكومة أم ربما تكون الميليشيات أو حتى العشيرة نفسها؟ يعني هو سيدي يتقاسم المسؤولية الثلاث. الحكومة عندما تتقاعس عن إداء دورها وتكون متواطئة في مع الميليشيات ومع العشائر بالتأكيد تكون مسؤولة. والميليشيات أيضا اليوم أصبحت اليوم كل ميليشيا تدعمها عشيرة وتدعمها عشائر والعكس صحيح. والعشيرة في نفس الوقت أيضا اليوم العشيرة هي أيضا تكون مسؤولة عندما تمارس هذا العنف في المناطق الحضرية في داخل المدن. المسؤولية متشاركة، لكن نعلم سيد الكريم ولنا تجربة قبل عام 2003 عندما كان هنالك نظام يمنع هذه الحالات، منعت هذه الحالات وكانت تمارس بصورة قليلة جدا. فعودة نظام وطني صحيح يحكم في بغداد
بالتأكيد سوف يكون هو العامل الأساسي في أن تنحصر هذه العمليات وتنعدل. سيد محمد، العشائر كما تعرفون يعني سيطرت وما زالت تسيطر على المنافذ الحدودية وأيضا الإيرادات، إيرادات المنافذ أيضا ذهبت إلى هذه العشائر، ألا تعتقد أن وفرت المال من خلال الاستحصال عن طريق المنافذ الحدودية ساهم في ازدياد السلاح بين القبيلة الواحدة؟ يعني هو سيدي اليوم أصبحت هنالك شراكة بين العشيرة والميليشيا. اليوم تجد أن هنالك أعمال اقتصادية، جراجات، منافذ، أعمال أخرى تشترك فيها العشيرة مع الميليشيا في استحصال الربح وفي فرض القوة على الطرف المقابل. حقيقة هذا العمل اليوم هو أمام أنظار الحكومة، ولكن الحكومة اليوم لا تفعل شيئا، الحكومة اليوم عاجزة، الأجهزة الأمنية تجدها عاجزة ومتواطئة، النسبة الكبيرة منها متواطئة مع هذه الأفعال. اليوم تجد بأن هنالك أصبح استثمار حتى للأزمات، اليوم حروب في مناطق معينة استثمارها اقتصاديا والاستفادة منها والربح. طبعا كما ذكرنا تشترك العشيرة والميليشيا في هذا العمل، وهذا العمل غير صحيح حقيقة، لكن نبقى نقول بأن النظام الذي يسمح، النظام السياسي الذي يسمح بهذه الحياة بالتأكيد هو نظام عاجز وغير قادر على مكافحة مثل هذه الحالات وغيرها. سيد محمد، تعتقد أن هناك دولة إقليمية لها نفوذ كبير في العراق ساهمت بشكل فعال مباشر أو غير مباشر في أن تؤجج الوضع المجتمعي العشائري داخل العراق؟ يعني سيدي بالتأكيد هي إيران صاحبة اليد الطولة في السلبيات الموجودة في العراق، سواء كانت على مستوى الفساد المالي الموجود، الفساد الإداري، فساد هذه الحكومة. هذه الدولة إيران أصبحت اليوم هي التي تشكل الحكومة في بغداد وهي التي تفرض قوانينها. فما نجده اليوم من قانون الشارع والعنف، عنف الشارع والمخدرات، اليوم قلة التعليم، اليوم انعدام الطب، هذا كله بترتيب وتخطيط من إيران لاستهداف المجتمع العراقي، لتحويل هذا المجتمع العراقي من مجتمع متحضر كان في فترة معينة إلى أصبح اليوم يعني يعاني من قبلية، من ازدياد هذه الأفعال، من انعدام الحضارة. اليوم بالتأكيد سيدي الكريم إيران هي المتورط الأكبر وهي المسؤولة عن ما يجري اليوم في العراق من حالات عنف وغيرها. سيد محمد، تجارة المخدرات التي أصبحت رائجة في خاصة بين الشباب العراقي، تعتقد أن هذه التجارة هي التي ساهمت بشراء العشائر لهذه الكمية من السلاح، يعني يصل إلى الأسلحة متوسطة مثلا مقاومة طائرات مدفع 23 لا تمتلكها ربما العشائر، ولكن بعد 2003 أصبحت تمتلك هذه الأسلحة، الأسلحة المتوسطة وربما ترقى إلى الأسلحة الثقيلة. يعني سيدي ذكرنا بأن هنالك هذه المعادلة عكسية، اليوم إذا كان هنالك نظام وتعليم وقانون في البلد بالتأكيد تجد بأن العنف الذي تمارسه العشائر والعصابات وغيرها ينحسر وينتهي تدريجيا، ولنا تجربة. لكن اليوم تجد بأنه السلاح المنفلت طبعا الذي دخل أغلبه إن لم يكن جميعه من إيران، اليوم تجد بأن المخدرات التي تدخل اليوم أصبحت وكأنها ثقافة في المجتمع العراقي. الشباب العراقي اليوم عاطل، يمتلك السلاح و مخدرات موجودة. بالتأكيد أي أزمة وأي افتعال صغير لمشكلة صغيرة سوف ينتج عنه حقيقة حالات عنف وممارسة عنف كما نشاهد اليوم. من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي، شكرا جزيلا لكم.